تعاني الأسواق في مدينة البابي في شهر رمضان هذا العام من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة السكان في توفير احتياجاتهم اليومية. كل سنة بنفتح هيك سوس وتمر وجلاب وهيك. هاي السنة الإقبال كان قليل كتير لأنه الجو بارد والعملة أسعار مرتفعة، والعملة عم بتهوي وتطلع وتنزل التركي على الدولار، والعالم عايفاني حالة، لا في دعم لا في معوني ولا في شيء، والشغل قليل كتير. فهاي السنة والجو بارد ما في شغل والحركة قليلة والحمد لله. يعني مع ارتفاع تكلفة مستلزمات شهر رمضان لهذا العام، يبذل السكان مزيدا من الجهود لتأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يضعهم في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. الارتفاع الموجود بالأسعار والوضع المعيشي الصعب هو اللي عم خلي انه ضعف الاسواق. الوضع هو مو مثل قبل، يعني احنا كنا قبل مثلا كان يجي الزبون ياخذ فاتوره كبيره مثلا قيمه 50 دولار 60 دولار، هالمره اقل، يعني مو مثل كل سنه. يعني كان ياخذ مثلا معدل وكان مثلا كيلوين رز، هلا صار نصف كيلو رز، كله صار يختصر يعني بالمواد الموجوده. يعني تسعى الجهات المحليه في مدينه البابي الى اتخاذ اجراءات لتخفيف الضغط الاقتصادي على السكان خلال شهر رمضان. تم التنسيق على تأمين وجبات إفطار للعوال ضمن مخيمات العوال الاحتياج ضمن المدينة. تم التنسيق أيضا وتم تقديم الحصص الغذائي للعوال ضمن المخيمات، وتقديم السداج وتقديم المياه والخبز المجاني للعوال بالمخيمات وبعض العوال ضمن المدينة. نسعى حاليا لتأمين كسوة الأطفال قبل حلول عيد الفطر السعيد.